السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله حنكمل في الاستاتيكا. في المحاضرة الأولى شرحنا الانترودكشن. الانترودكشن كانت عبارة عن مقدمة عن المساق بشكل عام، اليوم حنبدأ إن شاء الله بشابتر 2. شابتر 2 بيتكلم عن شغل اسمه الفورس فيكتور. زي ما حكينا في المقدمة إنه عندنا شابتر 1 هو الانترودكشن، خلصنا من المقدمة، قلنا شابتر 2 و3 و4 و5 و6، ثم بعد ذلك شابتر 9 و10، ثم بعد ذلك شابتر 9 10، يعني 7 و8 مش هيكونوا في الاغلب مطلوبين، يعني 7 8 اكيد ما بناخدوش لانه مش تخصص الماده. شابتر 7 اذا ظل معنا وقت ممكن نشرح فيه شغلات بسيطه، ممكن نشرح فيه شغلات لانه بعد هيك هتاخذوه في ايش؟ مساقات ثانيه، مساقات ثانيه. عشان كده خلال الشابتر هذا اللي هو مر عليه قبل كده بالفيزياء، بس انا هشرحه بالتفصيل ان شاء الله. الطالب لازم يقدر يتعلم انه كيف يحلل الفيكتور في اتجاهه، حل الفيكتور في اتجاهين، وكيف يجمع تو فيكتور، كيف يجمع ايش؟ تو فيكتور، كيف يجمع تو فيكتور. زي انا مثلا هنا فورس، هو الفورس عباره عن فيكتور 6 كيلو، ايش يعني فيكتور؟ الاتجاه والمقدار 6 كيلو نيوتن في الاتجاه 60 درجه على النيجاتيف اكس اكسس، و2 كيلو نيوتن 45 درجه على البوزيتيف اكس اكسس. تمام؟ هنتعلم كيف نحلل هذه الفورسز في الاكس وفي ايش؟ في الواي. بس قبل ما نبدا نتعلمهم هناخذ بعض التعريفات المهمة. تكون عندنا بعض التعريفات المهمة، أن الفيكتور هو a quantity that has both magnitude and direction. Force and velocity are vector. واللي الفيكتور زي ما احنا عارفين عبارة عن شغلة لها magnitude ولها direction، لها مقدار ولها اتجاه. زي الفورس باجي بقول 5 كيلو نيوتن في اتجاه مثلا X، 6 كيلو نيوتن في اتجاه الواي، 70 كيلو نيوتن في اتجاه الشمال مثلا. تمام؟ مثلا نيجي نقول سرعه، تسير السياره بسرعه 15 كيلومتر في الساعه في اتجاه الجنوب وهكذا. فهذه عباره عن فيكتور، يعني عباره عن ايش؟ فيكتور. فالفيكتور شغله الى مقدار والاتجاه، بتختلف عن شغله اسمها الثانيه اللي ايش؟ السكالر، اللي ايش؟ السكالر. ليش؟ السكالرز عباره عن كوانتيتي، يا اما بتكون بوزيتيف يا اما ايش؟ يا اما نيجاتيف، يعني عباره عن نمبر. زي ما بقول الماس الكتله 5 كيلو جرام، ما بقدر حدا يقول الماس عباره عن فيكتور، لا الماس عباره عن ايش؟ عن شغله لها بس مقدار ما لها ايش؟ اتجاه. بس لو جينا حكينا عن الوزن الويت له مقدار واتجاه، لانه تحول من ماس لايش؟ لفورس. مجرد انه نضرب الماس في عجله الجاذبيه بيدينا الوزن. اللينكس كمان الطول ار سكالر، ار سكالر الطول عباره عن ايش؟ باجي بقول 5 متر، باجي بقول 5 متر في اتجاه الجنوب ولا 5 متر في اتجاه الشمال ولا 5 متر لاعلى 5 متر لاسفل، وهي عباره عن ايش؟ قيمه از 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 ماجنتيود. تمام؟ ما لهاش اي دايركشن، ما لهاش اي ايش؟ دايركشن في السكالر. تمام؟ الاكسترنال فورس، فورسز اكسترنال تو ا بودي كان بي ايذر ابلايد فورس اور رياكتيف فورس. يا شباب الفورس الموجوده لو وجدت انت مثلا انت قاعد على البنك مثلا او قاعد على طاوله او قاعد على كرسي، هذا الفورس اللي انت الوزن تاعك عباره عن فورس، هذه عباره عن ابلايد فورس. ابلايد ايش ابلايد فورس؟ يعني انت قاعد على الكرسي في هذا الفورس اجت منك انت، فهذه عباره عن اكسترنال فورس فبنسميها ابلايد فورس. الرياكشن اللي بتولد في الرياكشن اللي بيتولد في رجلين الكرسي هو عباره عن برضه اكسترنال فورس. فالاكسترنال فورس يا اما ابلايد فورس او رياكشن فورس، يا اما ابلايد فورس، ابلايد فورس مثلا ناخذ اكزامبل زي ما حكينا انت قاعد على الكرسي هذا عباره عن وزن، فهذه فورس، هذه ابلايد فورس. تمام؟ احنا حطيناها. تمام؟ رده الفعل اللي تولدت في رجلين الكرسي برضه عباره عن ايش؟ عباره عن اكسترنال فورس. فهذه سواء كانت ابلايد فورس او اكسترنال فورس عباره عن ايش؟ بتكون عباره عن ابلايد فورس او رياكشن فورس عباره عن اكسترنال فورس، عباره عن اكسترنال فورس. اذا شباب احنا لما نجي نحكي عن مبنى مثلا، مبنى اللي انت بتكون مثلا دار قاعد، هذا المبنى يا شباب عليه ابلايد فورس. هذا الابلايد فورس زي وزن السقف، البطون، البطون اللي فيه والحديد والاحجار والبلاط اللي عليه والرمل، هذا عباره عن ابلايد فورس. تمام؟ كويس؟ ايش بيتولد الاكشن في الاعمده بنسميه رياكشن فورس، لان العمود عباره عن سبورت تحمل مين؟ تحمل السقف، بنسميه رياكشن. فعندك السقف عباره عن ابلايد فورس، الاحمال الجايه من السقف سواء كانت احمال ميته اللي هي البطون والحديد والدائم الموجوده والبلاط والرمل، او احوال حيه زي الاثاث والناس اللي بتعيش في هذا المبنى، هذا عباره عن ابلايد فورس. كل شيء بتولد
رد فعل في الاعمده بيكون عباره برضه عباره عن رياكشن فورس، سواء كان ابلايد فورس او رياكشن فورس كلهم بنسميهم ايش؟ اكسترنال فورس. فالاكسترنال فورس عباره عن شغلتين، ابلايد فورس وايش؟ ورياكتيف فورس او رياكشن فورس. الانترنال فورسز هذه شغله لها علاقه بمدى مقاومه، مدى مقاومه الماده تمام؟ لا تغير شكلها، مدى مقاومه الماده لتغير ايش؟ شكلها، مدى مقاومه الماده لتغير شكلها. يعني انت جيت مسكت قطعه خشب او حديد وعملت عليها وضغط عليها فورسز، ايش مدى مقاومه الماده للديفورميشن اللي بيصير فيها للتغير في شكلها؟ عباره عن الانترنال فورسز. هذا الانترنال فورسز بتنتج من مقاومه الماده، من مقاومه الماده للتغير في شكلها، تمام؟ مقاومه الماده للتغير في شكلها. يعني لو جبنا مثلا قطعه الومنيوم وقطعه حديد، هنلاقي الالومنيوم اثرنا فيها عليها فورس معينه ممكن ايش يصير فيها؟ تشوه. اما الحديد ممكن تقاوم هذا التشوه، ممكن تقاوم هذا التشوه حسب قيمه الفورس اللي انا ايش بحطها. او مثلا اني اجيب كوره واضغط عليها بصير فيها تشوه، انا اجيب قطعه مثلا خشب واضغط عليها صعب يصير فيها ايش؟ يصير فيها تشوه. فمدى مقاومه الماده للديفورميشن او للتغير في الشكل هو عباره عن ايش؟ عباره عن انترنال ايش؟ عباره عن انترنال فورس. هذا الانترنال فورس شباب بدرسها بالتفصيل في تحليل الانشاءات، تحليل الانشاءات واحد سواء كانت مع العماره او مع المدني، سواء كان مع مهندسين عماره او مهندسين مدني. وهي عباره عن شابتر 7 اللي انا بحكيكم عنه ممكن ناخذ منه بعض الشيء. هذه عباره عن انترنال فورس. والانترنال فورس تقريبا عباره عن ثلاثه فورسز اللي هي الشير والمومنت والنورمال فورس. هذا الشير قوه القص، والمومنت قوه العزوم، والنورمال فورس عباره عن الفورس الجايه عموديه على ايش؟ على سطح المياه، على سطح الماء. تمام. هذه الانترنال فورس لها شغل خاص كثير. تمام. احنا كل شغلنا حيكون في ايش؟ في الاكسترنال فورسز بالاغلب ان شاء الله، في ايش مثلا كل اكسترنال فورس، يا اما بلايت فورس او رياكشن فورس زي ما حنشوف. في شغله مهمه بنسميها ترانسميسيبيليتي اوف فورس، موضوع انتقاليه القوه. انتقاليه القوه ايش معنى؟ بقول لي اذا انا بدي انقل فورس من مكان لمكان ثاني بحيث يكون لها نفس التاثير على الجسم، بحيث يكون لها نفس التاثير على هذا الجسم، لازم انقلها بقول لك بنفس القيمه وبنفس الاتجاه وعلى نفس خط العمل، بنفس القيمه وبنفس الاتجاه على خط العمل. هي بحكي لها فورس مي بي كونسيدر از اكتنج ات اني بوينت اون اتس لاين اوف اكشن سو لونج از ذا دايركشن اند ماجنتود ار ان اتش. تمام. خلينا نشوف مثلا ممكن كيف انا مش عارف اعملها انا، يعني لو كان عندي هي جسم معين عليه فورس، هذا الجسم لما اسحب بفورس هيك ايش حيصير؟ حيتحرك تمام بالاتجاه مثلا هذا. لو انا بدي اشيل هذا الفورس من هنا بحطه في مكان ثاني، لازم انقلها على ايش؟ بقول على نفس خط العمل. يعني بروح اشوف خط عملها، هي خط عمل فورس مثلا عدل عشان الرسم. فاي نقطه من هنا لو انا قلتها في اي نقطه على خط العمل هذا فيش مشكله، بس ايش لازم تنقلها؟ بنفس الاتجاه وبنفس القيمه. يعني لو جبت هذا الفورس من هنا نقلته هنا حتاثر نفس الشيء على ايش؟ فاي على اي نقطه في هذا الخط بنفس الاتجاه بنفس القيمه هتديك نفس التاثير على ايش؟ على الجسم. هو الكلام شو موضوع الترانسميسيبيليتي اوف فورس حيلزمنا قدام ان شاء الله رب العالمين في بعض حل بعض المسائل، اني انقل الفورس من مكان لمكان ثاني. بقول لي بس عشان تنقل الفورس من مكان لمكان ثاني على الجسم لازم كلها نفس القيمه بنفس الاتجاه على خط العمل عشان تعطيني نفس التاثير، عشان تعطيني ايش؟ نفس التاثير. تمام. انا عامل مقارنه بين السكالر والفيكتور. هذا قلنا عن السكالر اللي هي الشغله لها بس ماجنتيود، الفيكتور لها ايش؟ لها هكي مقدار ولها اتجاه، لها مقدار ولها اتجاه. تمام. خلينا نشوف مثلا اكزامبلز عليهم الماس والفوليوم الحجم والكتله، هذول اشياء لها بس مقدار ما لها اتجاه. الفورس والفيلوسيتي لها مقدار ولها ايش؟ ولها اتجاه زي ما حكينا. كاركترستيك اتهاز ماجنتيود زي ما حكينا، اتهاز ماجنتيود اند ايش؟ اند دايركشن. كيف ممكن نجمعهم؟ هذا شنو الرول؟ يعني باجي بقول 5 متر زائد 5 متر صح ولا لا؟ باجي بقول 5 كيلو جرام زائد 5 كيلو جرام. انا في اخذت طريقه جمع متوازي الاضلاع، كيف اجمعوا اتجاهها عن طريق متوازي الاضلاع، او طريقه المثلث، طريقه مين المثلث زي ما حنشوف ايش الحين اخذتوه في الفيزا، اخذتوه في الفيزا. تمام؟ سبيشال نوتيشن، سبيشال نوتيشن ما فيش عليه، يعني باجي بقول 5 كيلو جرام بدون اي نوتيشن، ما بجيش بحط فوقيها خط ولا حاجه. هنا بقول ممكن احط الخط يكون ماله عريض يعني غامق، خط يكون غامق بكتب الخمسه والكيلو جرام
خط غامق. هذا يا شباب اسكلوا، بكتب مثلا 5 كيلو نيوتن خط غامق عشان اميزها انها فيكتور، او بحط لاين فوقيها، باجي بكتب 5 نيوتن بحط فوقيها خط، تمام، او سهم. هذا بعرف انه ايش مالها، بعرف انه ايش مالها متجه، بعرف هذا النوتيشن بتاعها، هذا النوتيشن بتاعها. في الكتاب بتلاقي ايش دائما عاملها ايش؟ خط غامق. في الكتب تلاقي عاملها خط ايش غامق. فين اخر السلاح حتلاقي عاملها بخط احمر اعتقد، تمام؟ حتلاقي عاملها بخط احمر، خلينا نشوف. خط غامق هنا. بعض المسائل في بعض الحلول. المهم انه لما نكتب 5 نيوتن او 50 نيوتن لازم نحط فيها خط، او يحط فيها ايش؟ سهم، او يكتب بخط غامق. في الكتب يكتب ايش؟ الخط غامق، تمام؟ طيب هنا الفيكتور اوبريشن، ايش ممكن العمليات اللي ممكن تصير على الفيكتور؟ ممكن اقول الايه لو ضربتها في 2 اعطيني 2 ايه، ايش يعني 2 ايه؟ فيكتور نفس الفيكتور بس قد مرتين في نفس الاتجاه، تمام؟ لو ضربتها في سالب 1 نفس الفيكتور ونفس القيمه، نفس قيمه الفيكتور كان مقداره، بس ايش معناه؟ عكس اتجاهه. لو ضربت في نص يعني قسمت على 2 ضربت في سالب نص، يعني نص قيمه الايه في عكس مين؟ في عكس الاتجاه، في عكس الاتجاه. طيب هنا اي قاعده جمع تو فيكتور عن طريق البارالجرام، في عندنا متجه ايه متجه بي، هذا المتجه ايه انا بروح باجي بحط ذيل المتجه ايه عند ذيل المتجه بي، تمام كويس طريقها، وبكمل متوازي الاضلاع، بكون هذا المتجه الواصل في هذه المنطقه الار عباره عن ايه زائد بي، تمام كويس. في التراينجل ميثود، تراينجل اللي هي طريقه المثلث، باجي بحط ذيل المتجه بي عند راس المتجه ايه، تمام، وبكمل المثلث بيطلع هذا عباره عن الار اي زائد بي. هذا الكلام اخذته في ايش؟ كله جرافيكال ميثود، هذه جرافيكال طريقه ايش؟ طريقه القسم، مش موضوع دراستنا، بس هذا الكلام ايش احنا لازم ايش نعرف انه في طريقه جرافيكال ميثود لجمع مين؟ المتجه، تمام. كيف بدنا نحلل الفيكتور في الاكس في الواي؟ كل فيكتور في الدنيا، تمام، سواء كان فورس او سرعه، اي فيكتور في الدنيا احنا بنتكلم عن فورس، احنا في محل دراسه الفورسز، تمام. الفورسز اللي عندنا بدنا نحللها في مين؟ في الاكس وفي ايش؟ في الواي، تمام. فاي متجه عندنا جاي في ال 2 دي بنقدر نحله في ايش؟ في الاكس وفي الواي، تمام. دايركشن ار بيس اون اكس اند واي اكس، زي ما حكينا وي يوز ذا يونت فيكتور. في شغله بنسميها اليونت فيكتور اللي هو الاي والجي. الاي عباره عن اليونت فيكتور للمتجه اكس للمحور اكس، والواي عباره عن اليونت فيكتور للمحور واي. هذا شو اليونت فيكتور؟ اليونت فيكتور عباره عن متجه الوحده، اسمعك فيه؟ هذا متجه الوحده، كل فيكتور في الدنيا تمام له متجه وحده. فمتجه الوحده تاع المحور اكس اي، ومتجه الوحده تاع المحور واي ايش؟ عبارة عن جي. المتجه الوحدة قيمته واحد، قيمته واتجاهه نفس اتجاه المتجه مين؟ الأصلي تاعه، ومالوش وحدة، مالوش وحدة، إذا قيمته واحد من خصائصه إنه قيمته واحد، فإذا ضربته في المتجه مش هيأثر على قيمته. اتجاهه نفس اتجاه المتجه الأصلي، يعني اتجاهه هاي زي ما أنت شايف، الاتجاه أي اتجاهه نفس اتجاه إكس، اتجاه جي اتجاه نفس اتجاه واي. لو عكسناهم حيكون في اتجاه سالب إكس هنا، تمام؟ هنا السالب إيش؟ سالب واي، حيكون سالب أي وسالب جي، تمام؟ سالب اي وسالب جي. اكزام في عندنا متجه اف، هذا متجه اف، هذا متجه اف، بقدر اقول هذا المتجه بتحلل في الاكس اتجاه، فهو عباره عن فورس اف اكس في اتجاه الاي زائد اف واي في اتجاه الجي، اف اكس في اتجاه الاي زائد اف واي في اتجاه الجي، اف اكس في اتجاه الواي زائد اف واي في اتجاه الجي. طيب ها بقول لي ممكن الاكس والواي ما يكونوا جايين بشكل عدل، يعني احنا في الاغلب الاكس والواي بيكونوا افقي ايش؟ ورأسي. بس انا بقول لي في بعض المسائل ممكن انا مرات انا بشتغل افرض المتجه اكس واتجاه واي بشكل ايش؟ بشكل هذه اكس بوزيتيف وهذه واي ايش؟ بوزيتيف، احلل
فورس اف شرطه، حاطين اف شرطه اكس في اتجاه الاي، هذا الاصل يكتب ناقص اف شرطه واي في اتجاه الجي. انا شايف هذا سالب جي، شايف تعليل هذا في مشكله، هذا الزائد غيروها، ناقص اف شرطه واي في اتجاه مين؟ الجي. تمام. نفس الكلام حكيت اكس اند واي، اكس ار اولويز بيرنديكولار تو ايتش اذر، دائما هم اكيد عموديين الاكس والواي. They can be directed at any inclination. تمام، ممكن يجي في اي طريقه، في اي شكل مائل. تمام، باي شكل ايش مائل، في فيش اي ايش فيش اي مشكله. تمام. طيب كيف بدي اجمع اكثر من فيكتور؟ كيف بدي اجمع اكثر من فيكتور؟ وكان في عندي فيكتور اف 1 اف 2 اف 3، كيف بدي اجمعهم؟ بقول عشان ما بقدرش اروح مثلا هذا كانت قيمته 20 وهذا 10 وهذا 30 مثلا، فما اقدرش اقول 20 زائد 30 زائد 10. غلط. ليش غلط؟ انه هذا اتجاه بيختلف عن اتجاه، بيختلف عن اتجاه. لو كانوا كلهم جايين على الاكس ماشي، بقول 20 زائد 10 زائد 30 كلهم جايين على الاكس، كلهم 3 جايين على الاكس في اتجاه الاكس بوزيتيف. تمام، فعشان اجمعهم لازم اتبع خطوه. اول خطوه اني اروح احلل اف 1 في الاكس والواي، احلل اف 2 في الاكس والواي، احلل اف 3 في الاكس والواي. بعد كده الخطوه الثانيه اجمع الاكس مع الاكس، واجمع الواي مع الواي. تمام، اجمع الواي بيديني متجه جديد في الاكس والواي. بعد كده اذا بدي اجيب المجهول بتاعته بحطه تحت الجذر. تمام، اذا بدي اجيب الثيتا بقول تان انفرس اف واي على اف اكس، تان انفرس زي ما انت شايف اف 1 اكس اتجاه الواي زائد اف 1 واي اتجاه الجي. تمام، هذا الاف 1 اكس تحلها في البوزيتيف اكس بوزيتيف هاي، هاي بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا. اف 2 ناقص اف 2 اتجاه، ليش ناقص؟ لانه هذه نيجاتيف اكس اكسس زائد اف 2 اتجاه الواي. اف 3 بوزيتيف زائد اف 3 اتجاه اكس ناقص اف 3 اتجاه مين؟ الواي اتجاه مين؟ الجي. تمام، وجمع اف 1 اكس مع اف 1 اكس مع اف 2 اكس مع اف 3 اكس. تمام، اف 2 اكس مع اف 3 اكس، جمع اف 1 واي مع اف 2 واي مع اف 3 واي، فطلع عندك اف ار في اتجاه اف ار اكس اتجاه الاي، اف ار واي في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. بعد كده الماجنتيود زي ما بنعرف ماجنتيود اي متجه، الاكس تربيع زائد مين الواي تربيع، وثيتا عباره عن تان انفرس القيم المطلقه للواي على مين؟ اف الواي على اكس، لانه تان الثيتا بيساوي تان الزاويه هذه، ايش بيساوي؟ التان المقابل على المجاور، ايش المقابل؟ واي، وايش المجاور؟ اكس. تمام، فتان انفرس بيساوي الثيتا بيساوي تان انفرس الواي على مين؟ على اكس، تان انفرس الواي على اكس. تان انفرس ايش؟ الواي على اكس. تمام؟ طيب هاي مثلا عندنا بعض الانواع الفورسز راح تكون موجوده عندنا نتعامل معها، دائما راح نتعامل في الاغلب في الشابتر هذا مع شغله اسمها الكونكرنت فورس. ايش الكونكرنت فورس؟ اللي هي الخط عملها بيلتقي في نقطه واحده، عندها اف 1 اف 2 اف 3، خط عملهم ليش بيلتقي في نقطه واحده؟ يكون بيلتقي في ايش؟ في نقطه، هاي بنسميهم كونكرنت، كونكرنت يعني بيلتقي في ايش؟ في نقطه واحده. كوبلانر فورسز اللي هي خط عملهم يقع في مستوى واحد، ذا لاين اوف اكشن والفورس لاي ان ذا سيم بلان، اذا خط عمله بيقع في ايش؟ في مستوى واحد. الكولينير فورسز هي تو اور مور فورسز اكت اون ا بودي الونج ذا سيم ستريت لاين. تمام، الكل من اسمها من لاين، من كلمه لينير. تمام، تقع على نفس ايش؟ على نفس الخط، يعني اف 1 و 2 بيقعوا ايش؟ على نفس الخط. كوبلانر بالنسبه لبلان، تمام، لبنان تقع في مستوى ايش؟ في مستوى واحد، تقع في مستوى واحد. تمام، تقع في مستوى واحد. تمام، الكولينير يتقع على نفس الخط فورسز، سواء كانت نفس الاتجاه او عكس اتجاه اف 1 او 2 عكس اتجاه واحد، ممكن يكون ايش نفس ايش نفس ايش الاتجاه. إيه هنا شباب في الحاله العمليه ممكن تشوف هذه، تمام، هذه كلها فورسز تتقي في الاخر في ايش؟ في النقطه هذه، هي الاكس والواي، هذه عباره عن كونكرنت فورس، وكمان ايش مالها؟ تقع في مستوى واحد، هي عباره عن كونكرنت فورسز وكوبلانر فورسز، كونكرنت فورسز وكوبلانر فورسز تلتقي في نقطه واحده، تقع في ايش؟ في مستوى واحد. شوف هنا الديفينيشن، ايش تعريف، ايش تعريف الريزلتنت؟ ايش يعني كلمه ريزلتنت؟ بعدها هقول لي محصله، طبعا انا عارف محصله بالعربي بس ايش معناها العلمي؟ قول لي ريزلتنت فورس از ا سنجل فورس. اها، ايش يعني سنجل فورس؟ يعني فورس واحده، يعني مستحيل تكون ريزلتنت اكثر من فورس، ولا ايش رايكم؟ يعني انا بقول لك
ايش الريزلت بتاعت الخمسه فورس دول؟ حيطلعوا ايش مالهم؟ فورس واحده. فاول شغله في الريزلت الفورس عباره عن سنجل فورس، فورس واحده. which can place two or more forces and produce the same effect on the body as the force. لان هي عباره بقدر استبدلها two forces او اكثر، يعني بقول هذه فورس الخمسه او العشره او العشرين او الثنتين او الثلاثه بقابلهم فورس ايش؟ فورس واحده. هذه الفورس الواحده بتعمل نفس التاثير على البادي للفورس كلها مجتمعه، للفورس كلها مجتمعه. يعني لو كان في عندي ثلاثه فورسز بياثروا على بادي، هي هذا الفورس ثلاثه فورسز بياثروا على بادي معين، بقول هذول الثلاثه الريزلت بتاعتهم عباره عن فورس واحده. هاي اتجاهها، هاي مقدارها، هذه الفورس الواحده اللي هي الاف ار، تمام، اللي هي الريزلت هذول الثلاثه لها نفس التاثير بتاعت الثلاثه فورس، نفس التاثير بتاعت الثلاثه فورس. فعشان اقول ريزلت اند فورس معنى الكلام انها فورس واحده بتعمل نفس التاثير الفورسز كلها مجتمعه قبل ما نجمعها، تمام؟ سيم افكت اون ذا بودي از ذا فورس، از ذا فورس. انا مثلا لما نيجي نحكي كونكرنت لكولينير فورس، ايش كولينير فورس؟ زي ما حكينا كولينير الفورس تقع على نفس الخط، كولينير فورس تقع ايش؟ على نفس الخط. بدي اعمل لها ريزلت، فحاجه حقول 200 زائد 150 مباشره اعطيني 350 في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه، لانهم كلهم بيقعوا في مين؟ على نفس الخط، على نفس في اتجاه مثلا اكس، لو قلنا هيك اكس واي كلهم بيقعوا في اتجاه 100 هذول 150 و 200 في اتجاه البوزيتيف اكس اكس، اتجاه البوزيتيف اكس اكس. هنا هلاقيهم عكس بعض، هلاقيهم هنقول 200 بوزيتيف زائد 150 نيجاتيف، تمام؟ فعندنا كم؟ 50 بوزيتيف، يعني 50 في اتجاه مين هاي؟ 50 في اتجاه الاكس، 50 في اتجاه البوزيتيف اكس اكس، كويس؟ تكلمنا نفس الكلام ال 100 وال 220 150 270 حنقول 100 زائد 220 ناقص 150 ناقص 270 حيصير سالب 100، ايش سالب 100؟ يعني 100 في اتجاه النيجاتيف اكس اكس، 100 في اتجاه النيجاتيف اكس اكس. طيب هنا شباب حنلاقي فورس في الاكس وفورس في الواي، هنيجي نجمع الاكس لحال ونجمع الواي لحال، فهنقول 200 زائد 120 ناقص 200 زائد 120 هتطلع 50 متر اتجاه مين؟ اتجاه الاكس ار اكس. اتجاه الواي هنقول 52 زائد 360 ناقص 160 ناقص 100 هتديني 350 اتجاه البوزيتيف مين واي اكس، فهي 350 واي ايش؟ هذه 50. فهنجمع الاكس مع الاكس وايش؟ نجمع الواي ايش؟ مع الواي. طب لو نجيب الريزلت الثنتين هذول، هذا الريزلت الثنتين الريزلت الاخر، بنروح بنقول تحت الجذر 50 تربيع زائد 300 ايش؟ 350 تربيع، والثيتا بتساوي تان انفرس واي على مين؟ على اكس. بتساوي تان انفرس واي. هنا عامل على جرافيكال ميثود، تمام؟ مش شغلنا. هاي جاب اف 1 40 اف 2 30 راح رسم اف 1 اف 2 كمل المتوازن الوسطي لتوازن الاضلاع، الاضلاع فكان طلعت هذا ايش؟ عباره عن ايش؟ عباره عن الريزلت اوف فورس، تمام؟ نفس الكلام، كويس الكلام، لو كملتها بهيك كملتها بهيك حتكون هذا عباره عن ريزلت فورس، تمام؟ مش شغله يعني هذا جرافيكال، جرافيكال ميثود قبل كده مش مهم كثير، مش لازم. حكون عندنا اول سؤال في بعد ما شرحنا الشرح اللي امامكم، اشرح السؤال هذا في الاغلب وحل المحاضره عشان المره الجاي اقدر اذكركم بايش اللي اخذناه. فرجاء شباب تدرسوا اول باول، شايفين هذا انا بعد ما خلص الشطر واحد هعمل الكويز مباشره. Given 3 concurrent forces acting a bracket 3 concurrent forces، ايش 3 concurrent forces؟ عندك فورس 1 15، فورس 2 26، فورس 3 36، فورس 3 كم؟ 36. فبدنا نعمل لهم ايش هذول؟ Find the magnitude and angle of the resultant force، فبدوا الماجنتيود تاعتهم، تمام؟ ماجنتيود يعني بده الريزلت بتاعته اوف ذا ريزلت فورس، الريزلت. فما بينفعش شباب هذا اول حاجه يكون كرنت فورس زي ما بحكي بدي اخذ نقطه واحده، ما بينفع اقول الريزلت بتاعتهم 15 زائد 26 زائد 33 محصره وبس، لازم احلل هذه الفورس، احلل اف 1 في الاكس وفي الواي، واحلل اف 2 في الاكس وفي الواي، واحلل اف 3 في مين؟ في الاكس وفي الواي. خلينا نيجي نشوف كيف. احللهم اي اف 1 حاجة اقول اف 1 ساين ال 40. ليش الشباب ساين ال 40؟ دائما الزاويه اللي جايه على المحور بحطها ايش مالها؟
محطة كوزان، الزاوية الجاية على المحور محطة كوزان، هنا جاي على المحور ويا الكوزان حيكون مع المحور مين؟ مع المحور، هي تقدر تفهمها سهل شباب من الحساب المثلثات زمان اه، سين الزاوية بيساوي المقابل على الوتر، وكوزان الزاوية بيساوي المجاور على الوتر، فالكوزاين مجاور يعني تمام؟ فحاجة حقول هنا 15 ساين الأربعين في اتجاه الآي، وهنا حاجة حقول 15 كوزاين الأربعين في اتجاه الجي، كوزاين الأربعين في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي تمام؟ كويس؟ فصار عندي 15 أنا أجي نكتبهم هنا، هاي 15 ساين الأربعين في اتجاه الآي تمام؟ زائد ليش الاثنين زائد؟ عشان واحد في البوست في اكس اكسس وواحد في البوست في واي اكسس، كوزاين ال 40 في اتجاه الجي، هي اول واحد، هي عباره عن مين؟ اف واحد ذا فيكتور تمام؟ مفهوم الكلام هذا شباب تمام؟ طيب اف 2 حتقول هنا في عندك، سيبك من اف 2 شوي، خلينا ايش نسيب اف 2 خلينا نشوف اف 3، اف 3 حتقول 36 كوزاين ال 30 في اتجاه الاي البوزيتيف، وعلى النيجاتيف حتقول 36 ساين ال 30 لانه الزاويه جايه مع مين؟ مع الاكس، فهتكون ساين على مين؟ على الواي، ساين ال 30 في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي، يعني 36 كوزاين ال 30 في اتجاه الاي ناقص 36، ليش ناقص؟ عشان حط على النيجاتيف واي اكس، ناقص 36 ناقص 36 ساين ال 30 في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي، في اتجاه الجي، اعتقد هذا الاكزامبل محلول في السلايد الثانيه تمام؟ اشكي تمام، فهذا سبب سهلين، هذول سهلين، لما اجي اطلع تكون في زاويه دائما جاء على المحور اكس، الكوزاين مع المحور اكس، الساين مع المحور مين؟ مع المحور، هذا الكوزاين مع المحور واي، الساين مع المحور اكس، مفهوم هذا الكلام. طيب هنا لما يكون عندي مثلثات وكل عندي مثلثات 12 13 5 هذا بروح بنجيب الزاويه بنقول الزاويه هذا الكوزاين الزاويه يساوي المجاور على الوتر بطلع من الزاويه الاسهل انك ما تجيب الزاويه كيف؟ بتقول 26 كوزاين الزاويه هذا ايش بيساوي؟ هذه الزاويه الصغيره اللي انت شايفها ايش كوزاينها بيساوي؟ نفسها ولا لا؟ تمام نفسها بالتناغم هذه كوزاين الزاويه بيساوي 12 على 13 فبتحتاج تقول 26 في 12 على 13 في اتجاه النيجاتيف اكس اكس يعني حتقول ناقص 26 في 12 على 13 تمام؟ اتجاه الاي زائد 26 في 5 على 13 في اتجاه الواي فايش المقابل للاكس؟ 12 طيب اقول 26 في 12 على 13 هذا اتجاه الاي بس هذا السالب ليش؟ لانه التحليل هنا على السالب طيب واتجاه الواي ايش الموازي للواي مين؟ ال 5 اقول 26 في 5 على 13 في اتجاه مين؟ الجي مثلا عندك هذا محلل في الاكس وفي الواي وهذا محلل في الاكس وفي الواي وهذا محلل في الاكس والواي ما عليك الا تجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي تجمعهم هنا فحتلاقي حالك طلعت الاف ار 16.82 في اتجاه الاي زائد 3.49 في اتجاه مين الجي والاف ار تحت الجذر اللي هي اس نص يعني تحت الجذر اطلعها 17.2 والفاي هذا او ثيتا تان انفرس الواي على اكس الواي على اكس فالربع الاول لانه التنتين موجبين الربع الاول طلعت انه التنتين مش مالهم 11.7 درجة عبارة عن ايش؟ عبارة عن الزاوية عبارة عن ايش؟ الزاوية هلا السؤال شوية اجله نشوف السؤال نفس الكلام عندك 3 فورسز بده الريزلتنت تاعتهم اول حاجة تيجي تحلل ايش حتكون هذه 750 ايه نبدا اف 1 850 كوزاين الزاوية هذه اللي هي نفسها هذه تساوي 4 على 5 حنقول 850 في 4 5 في اتجاه الاي موجب 850 في 3 على 5 في 3 على 5 في اتجاه مين؟ السالب تمام؟ السالب 1 يعني 850
4 على 5 في اتجاه الاي ناقص 850 في 3 على 5 في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. هنا 750 ايه هو 625 هيقفت 625 في ساين 30 سالب 625 في ساين 30 في اتجاه الاي زائد 600 سالب 625 سالب 625 في كوزاين 30 في اتجاه الجي. هنا 750 سالب 750 في ساين 45 في اتجاه الاي زائد 750 في كوزاين 45 في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. وبتجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي بيطلع عندك برضه نفس الكلام. هتلاقي هنا الريزلت بتاعت الاكس جاي في النيجاتيف والريزلت بتاعت الواي جاي في النيجاتيف الاثنين سوالب. هتلاقي هذه قيمه هذه الاشاره بتاعتها سالب هذه الاشاره بتاعتها ايش؟ سالب يعني هنا فيها نور في الربع الثالث فالزاويه 72.6 4 من هنا نيجاتيف اكس اكس بس ما اجي احكي من البوزيتيف اكس اكس حتكون هي الزاويه حتكون 180 زائد 172 هي زي ما قلنا 253 عشان فروم بوزيتيف اكس اكس فروم بوزيتيف مين؟ اكس اكسس فروم بوزيتيف اكس اكسس. انا بس السؤال المحاضره الجايه ان شاء الله عشان اذكركم بايش؟ بال 2 دي تمام وببدا في ايش؟ في ال 3 دي ان شاء الله. يعطيكم العافيه رجاء انا شايف في حد يحل على السؤال اللي بعت لي على الجروب انا حعمل جروب لكم هسميها استاتكس تمام على التليجرام تمام اللي هي قناه على التليجرام حنزل عليها المحاضرات حنزل عليها بعض المسائل وبعض الحلول لبعض المسائل واذا في حد عنده سؤال ممكن يرسلني على الخاص على التليجرام. يعطيكم العافيه شباب.